تحياتي لكل اللي عم يتابعونا عبر موقع الفن بفقرة التوقعات، وتوقعاتنا المقبلة رح تكون عن لبنان، وكمان حنشوف عودة لبنان إلى زمن الوصاية والمساومات الدولية، وكمان حنشوف تحجيم التمدد التركي في سوريا ولبنان، والانتفاضة السنية لن تتوقف أبدا، وكمان وخصوصا بالفترة الجاية، وكمان حنشوف سعي أمريكا لتوسيع نشاط اليونيفيل لمساندة الجيش اللبناني ببعض المناطق الحدودية. هذه كانت توقعاتنا للفترة المقبلة، وضلكم بألف خير، وباي باي.